انطلق في هذه الأثناء وعلى بركة الله وحفظه. هذا الشوط خاص بالثنائي القعدان، ويشارك في هذا الشوط ما يقارب 52 مشارك. نتمنى لهم جميعا التوفيق. مقدمة الشوط ومن يحتل المركز الأول وعلى صدارة الشوط هنا الرجيف عبد العزيز بن محمد بن هادي الجربوعي على مقدمة الشوط رجيف وفي المركز الأول. المركز الثاني شاهين لمحمد بن حمد بن محمد بن مسعود. ننتقل إلى المركز الثالث، ومن يتقدم إلى المركز الثالث الحاكم لمبارك بن عبد الله بن غنيم الدوسري. دور المركز الرابع يتسلل براق لسعيد بن راشد بن عبيد آل مريزيق. ننتقل إلى المركز الخامس اللي خذ المركز الرابع، هنا شاهين لناجي بن محمد بن ناصر الغفراني المري. وعلى المركز الخامس، مشاهدينا الأعزاء، من يتقدم؟ نحاول ناخذ رقمه. يصلم صيحان لمسفر أو هذا شعار بن سنيد من خلال الشعار، عموما بو شعار أصفر رقمه محجوب. نعود إلى مقدمة الشوط. المركز الخامس اللي ما تعرفنا عليه بالفعل شعار بن سنيد مغادر لسعيد بن راشد بن سالم بن سنيد الدعية. انتقل إلى المركز الثاني. نعود إلى مقدمة الشوط، براق لسعيد بن راشد بن عبيد آل مريزيق. وبراق صاحب سجلات حافلة سجله حافل بالإنجازات. براق سبق وإن فاز معنا في العام الماضي يا أبو حمد بأشواط عديدة في سباقات محلية، خذ المركز الأول في أكثر من مناسبة. عموما اللي يتسلل ويتقدم، شاهين لناجي بن محمد بن ناصر الغفراني قادم للمشاركة من زايدية. نتمنى له التوفيق بو ناصر. هذا هو وله جمهور أيضا يرشحون هذا القعود. اللي على المركز الأول ناجي بن محمد بن ناصر الغفراني المري يقدم لنا شاهين. ننتقل إلى المركز الثاني، مغادر على المركز الثاني لسعيد بن راشد بن سالم بن سنيد المري. اللي على المركز الثاني المركز الثالث يتقدم هنا براق لسعيد بن راشد بن عبيد آل مريزيق. المركز الرابع من يتقدم أيضا ويتحرك رجيف لعبد العزيز بن محمد بن هادي الجربوعي. دخول على رجيف وتقدم، من الدكتور راشد بن علي بن راشد بن حبيبه المري. اللي يتقدم إلى المركز الرابع وخذ المركز الثالث مباشرة. المركز الرابع اللي من الجانب الآخر، يتقدم ويتسلل هنا العريق لعبد المحسن بن مبارك الشهواني. انتقل إلى المركز الثالث، المركز الرابع اللي عند بن حبيبة. المركز الخامس يتواجد فيه رجيف لعبد العزيز بن محمد بن هادي الجربوعي، ولكن نعود إلى شعار الغفراني. ناجي بن محمد بن ناصر الغفراني المري القادم كما ذكرت من الزايدية ومن ميدان الأحمدية هناك في المملكة العربية السعودية الشقيقة. الله يا سلام، شاهين ناجي بن محمد بن ناصر الغفراني. الشعار شعار مميز واسم أيضا مميز في عالم التضمير، ناجي نار على علم في التضمير وفي التسيير. نتمنى له التوفيق، وركز على التسيير يا أبو ناصر. بعد هذا الإطراء وهذا المدح وانت تستاهل، ركز على هذا التسيير ولا تخيب المرشحين. وأيضا هل الزايدية يطالبونك بسلام. المركز الثاني وصلوا هل السيلية مع المركز الثاني، هنا مغادر سعيد بن راشد بن سالم بن سنيد المري على المركز الثاني، وشعار بن حبيبة من الجانب الآخر يتسلل ويتقدم. يتقدم الدكتور، يعالج الموقف الدكتور، يعالج موقف هذا الشوط. وعالج يا دكتور، عالج. هذا هو الدكتور المبارك أو لراشد بن علي بن راشد بن حبيبة على المركز الثاني. يتقدم ويصل هنا، يقول الراعي الشوط وصل. شاهين لصالح بن محمد بن جابر العاض
الفائز بهذا الشوط في السباق المحلي الماضي يبحث عن حقوقه المنهوبة، يبحث عن حقوقه المنهوبة، وخطير والله انه خطير يا الكريبي هذا المركز الثاني. بالفعل 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 اندفاع قوية ودخوله صاروخي 1500 متر، وشاهين على المركز الثاني. المركز الثالث وصول العريق لعبد المحسن بن مبارك بن راشد الشهواني الهاجري اللي على المركز الثالث، والعريق ايضا سجل حافل بالانجازات. المركز الرابع هنا يصل الحاصل، اول نداء للحاصل لسعيد بن سالم بن سعيد الجربوعي المري 1200 متر يا مضمرين. وما زال شاهين يقاتل، ما زال يبارز، ما زال صامدا على صدارة الشوط، ما زال ثابتا على مقدمة الشوط مع شعار ناجي بن محمد بن ناصر الغفراني تابع اللي بالتابع. شوف 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 شاهين، شوف الشاهين، وشاهين آخر قادم. تحركت الشواهين، انطلقت الشواهين، الحاصل خطير على المركز الثالث، الحاصل خطير شعار العاض على المركز الثاني وعلى المركز الثالث الحاصل. يا سلام، هذا هو يتقدم الحاصل لسعيد بن سالم بن سعيد الجربوعي المري على المركز الثالث. المركز الرابع يصل مصيحان مسفر بن مبارك من مسفر الشهواني، خطير مصيحان خطير، الكيلو متر الاخير يا مضمرين. والمركز الخامس هنا العريق عبد المحسن بن مبارك بن راشد الشهواني، ونعود الى شاهين بن شاهين الغفراني وشاهين العاض. يا سلام، المعركه طاحنه، ويتدخل الحاصل، يتدخل الحاصل ما بين هذا وذاك، ما بين هذا وذاك، يتقدم العصاقوس. الحاصل شاهين، ينطلق شاهين، يتحرك شاهين، والحاصل خطير، والحاصل خطير وخطير، والعصاقوس، ولكن شاهين ناجي بن محمد بن ناصر الغفراني. السلام، اهالي الزايديه حاضرين اليوم، متواجدين اليوم، وابناء الشحانيه مع المركز الثاني سعيد بن سالم بن سعيد الجربوعي خطير، وايضا الشهواني قادم، مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني مع مصيحان، مع مصيحان وصيحات الجماهير. ينطلق مصيحان، يتسلل مصيحان، اهالي ام العظام اليوم، اهالي ام العظام اليوم في الفورمه، في الفورمه، 10 على 10، 10 على 10، والسلام ينتقل وعلى الهواء مباشره الى منطقه ام العظام هناك في غرب الشحانيه. وسلام يا ام العظام، سلام، سلام يا مصيحان، سلام، سلام لمبارك بن لمسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني على هذا الفوز. وابن شقيق المرعب اليوم يرعب في هذا الشوط، تهانينا والناموس والسلام يا ام العظام على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني شاهين لناجي بن محمد بن ناصر الغفراني. المركز الثالث، المركز الثالث وصل فيه الحاصل لسعيد بن سالم بن سعيد الجربوعي. المركز الرابع، المركز الرابع وصل فيه راهي لحمد بن محمد بن طالب بن عقيل. المركز الخامس، المركز الخامس شاهين لصالح بن محمد بن جابر العاض. تهانينا وناموس لكل الفائزين. إذن مصيحان مشاهدينا الأعزاء يصل 8 دقائق 19 ثانية 44 جزء من الثانية. تهانينا لمسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني يصل فيه الشاهين 8 دقائق 20 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا لناجي بن محمد بن ناصر الغفراني المري. المركز الثالث يصل فيه الحاصل، وتوقيت 8 دقائق 21 ثانية 90 جزءا من الثانية. تهانينا لسعيد بن سالم بن سعيد الجربوعي المري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.